معانا النهارده في 4 شارع شريف. عندنا النهارده في الريستورانت اكل حلو قوي قوي، وتحيه كبيره قوي لفريده موسى فرافيرو. اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا يا جميل، انت منوره. انت القمر. اهلا. النهارده هنعمل 3 حاجات خفيفه شويه. هنعمل فراخ، اسياخ الفراخ بالاعشاب مشويه، وهنعمل رز بالحمص، وهنعمل توميه. منور بنور يا فرافير. ميرسي. طيب بعد ما نخلص مع فريده موسى هنروح الكلينيك الاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. بعد كده عندنا فاشن شو، والنهارده معانا مسابقه ازياء اول مره التقي بيها، وواضح ان حاجتها حلوه قوي، فخلينا نرحب النهارده بالفاشن ديزاينر ساره بهاء. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا سارة؟ كويسة. أخبارك إيه؟ كله حلو. منورة. بنورك والله. دي كولكشن رقم كام؟ رابعة. يا شيخة. يس. أنت بقالك إيه، سنتين؟ تلاتة. يا شيخة. يس. بس أنت شكلك صغير قوي. لسه تم ال 24. كل سنة وأنت طيب. أنت طيب. منورة. بنورك. أهلا وسهلا. النهاردة بقى نشوف الكولكشن الجديدة الخاصة بيك. يس. سمعت إن في فساتين أفراح تجنن. مش عارفة. هنشوف بقى. هنشوف. الناس هتحكم على حاجتك النهاردة، وحاجتك حلوة قوي. منورة. مدام في فاشن شو، يبقى بنات الشارع الحلوين إيرا وأخواتها، والنهاردة هتلاقيهم واقفين، إحنا كلنا بعاد عن بعض متر أو 2 متر علشان ده الصح، فبحييهم. أهلا 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 أهلا. فرقتي مزازيكي، اهلا وسهلا بيكم، منورين. طيب واحد من سكان شارعنا ربنا رزقه ببيبي حلوه، فبقول له الف مبروك يا دؤدؤ مدير انتاج البرنامج. بقول له الف مبروك وتتربى في عزك، وربنا يخليك ولادك في احسن حال واحسن صحه. خليني كمان اشكر كل سكان 4 شارع شريف اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا، ان في الظروف دي كلهم بينزلوا يشتغلوا، واحنا بننزل نشتغل. احنا بنقول لكم اقعدوا في البيت، بس احنا بننزل. احنا بننزل ايه الغرض من كده؟ ان احنا كان ممكن بمنتهى السهوله احنا نعيد حلقات، بس احنا دورنا ان احنا نسلي حضراتكم عشان تقعدوا في البيت تشوفوا منتج اعلامي محترم يسليكم في الفتره دي. فانتوا هتقعدوا في البيت واحنا هننزل عشان نسلي حضراتكم. فبشكر كل كرو البرنامج من اصغر حد لاكبر حد، واحنا عاملين شويه تباديل. يعني احنا بنصور مثلا 3-4 ايام في الاسبوع، مش كل يوم بنجيب نفس الناس، في ناس تقعد وفي ناس تيجي علشان برضو ما نعملش زحمه في المكان على قد ما نقدر. حاولوا لو سمحتوا في الاوقات اللي ما فيهاش حظر تجوال ان انتوا اي مكان بتتواجدوا فيه يبقى في مسافه بينك وبين الاخر قد الايد كده اهو، يعني ما حدش يلزق في التاني، يبقى في مسافه قد كده. وطبعا اكيد الجوانتي مهم قوي، الكمامه مهمه جدا. قبل اول ما نخش البيت يا ريت كل الهدوم اللي احنا لابسينها نحطها في الغساله وناخد دش، ده بيكون امن لينا. وانا واثق في ربنا ان شعبنا ان شاء الله هيعدي الازمه دي، وهنوري العالم كله قد ايه احنا عندنا وعي، وان شاء الله ربنا يلطف بينا. طيب نسمعكم اغنيه. هتسمعونا ايه؟ دلوقتي اغنيه ساكن. ساكن للفنانه الجميله ديانا حداد، الصوت الجبلي الرائع، هنغنيها لكم دلوقتي، وبعد كده ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في الريستوران مع فريده. خليكم عندنا وتبسطوا لو سمحتوا. مزيكا. ساكن عقلي ساكن، روح الروح هو حب ناسي واهلي بشوفك، وين اروح ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن، روح الروح هو حب ناسي واهلي بشوفك، وين اروح ساكن برموش العين والفي هزين مالك كل الحنين وعمري اللي مجروح، ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن، روح الروح هو حب ناسي وقالي شوف وين اروح.
فايق وصفي فايق الكمال وامشي امره امن والفي يمر بالدلال فايق سحر فايق وصفي فايق الكمال وامشي امره ساكن والفي يمر بالدلال ساكن برموش العين والفي هزين مالك كل الحنين وعمر اللي مجروح ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن روح الروح هو حب ناسي واهلي شوفه وين اروح ساكن اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف رجعنا لكم مرة تانية. أي حد عنده سؤال استفسار أي حاجة يحب يشارك بيها معنا خشونا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف، واللي عايز يتواصل معايا ممكن على الانستجرام على شريف مدكور تي في. النهاردة الفرافيرو الجميلة عاملين أكلات جميلة زيها وزيكم. أهلاً أهلاً أنت اللي جميل والله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. فكريني إيه النهاردة الأكل؟ النهاردة هنعمل أسياخ الفراخ بشوية أعشاب كده مختلفة، وهنعمل رز بالحمص وهنعمل تومية، حاجة بسيطة يعني الله خفيفة كمان. ليكي يا فريدة يا موسى. الله الله. لما تتألقي. طب عايزة تبتدي بإيه؟ نبتدي بال أنت الأول ملتزمة بالتعليمات جداً جداً، ولا بنزل ولا بعمل أي حاجة. احنا بننزل نيجي هنا هوت نشتغل نروح البيت. نروح. وتعقيم بقى طول الوقت والبيت والحاجات دي كلها لازم. ما بقابلش طبعا حد، يعني ما بقعدش في تجمعات والحاجات دي. ما فيش حد خلاص بيقابل حد، هو حد بيشوف حد. كله بيخاف خلاص. هو حد بيشوف بس حد؟ بس يعني يعني الناس اللي مش ملتزمة يا ريت تلتزم، لأن الموضوع بجد. بجد قوي على فكرة. ناخد بالنا. يلا. وربنا بقى يسترها علينا. لغاية دلوقتي ساترها ومعبص. الحمد لله الحمد لله. طب يلا عايزة تبتدي بإيه؟ نبتدي بالفراخ. يلا مقادير الفراخ يا أولاد. عندنا صدور فراخ متقطعة شرايح. نص بصلاية، توم، روزماري، زعتر، ريحان، بابريكا، عصير ليمون، خل، زيت زيتون، ملح وفلفل. بس كده. ماشي. أول حاجة هنبتدي طبعا هنستخدم فيها تورنيدو. كبة دي حلوة قوي. كبة تورنيدو هنستخدمها النهاردة. أوكي. طيب خليني بس أحكي للناس عن كبة تورنيدو. 400 واط سرعة واحدة، والشفشق الخاص بيها 1.5 لتر، وهي سلاح مزدوج. ورونا كده قربونا منها اهي اهي فيها. بصوا بدل سلاح سلاحين. دي بتفرم بقى وبتقطع التقطيعه القويه جدا، هتعجبكم قوي. ممكن نفرم بيها لحمه وخضار وجبنه عصاير، حاجات كتير قوي ممكن تتعمل بيها. وصغيره كده ما بتاخدش سبيس. ودي اهم حاجه. اول حاجه هحط كل المقادير مع بعض. هحط الثوم، هحط البصل كده زي ما هو، وهحط الريحان والزعتر والروزماري. خلاص هحط شويه كده. الله ريحه الحاجات دي بتبقى تحفه طبعا. دي بقى التتبيله، ده فريش قوي. قوي. وهحط بقى الروزماري، بس حاول اشيله من العيدان. كده ما بنحطش منه كتير قوي عشان طعمه قوي، فمش عايزاه يغطي على بقيه الحاجه. قوي. هتحطي ليمون؟ ممكن نحط بقى الخل سنه صغيره. تحطي ليمون فيها دي ولا زيت؟ هحط ليمون وزيت زيتون. زيت زيتون. اوكي. وادي الليمون عشان ايه؟ عصير ليمون وزيت زيتون. مظبوط كده. اوكي. ممكن احط شويه بابريكا. يلا. بابريكا. اللي هو فلفل ارناؤوطي. ماشي. كده. وهحط زيت الزيتون ونخلط. ونخلط. اوكي. قد ايه بقى زيت زيتون؟ ده حسب الرغبه يا شريف. اوكي. بس كده هشتغل. مظبوط كده. ايه معجب انا كمان باللون الاحمر والابيض بتاعها. نرضي الاهلاويه. انت عامله نرضي الاهلاويه ونرضي زملكاويه. بس نعكسها علشان انا ركبتها غلط. انا اسف. لا عادي عادي، هي مش غلط بس عشان تبان يعني. كده نجيب كده. الله. نهزها كده. الفرم ده خليها تشتغل شويه. ايوه الفرم ناعم جدا يا جمالك يا تورنيدو. حلوه قوي قوي قوي. هتلاقي ريحه التتبيله دي تجنن. تحفه. ورينا كده. واو تحفه.
فظيعه. الاول هشيل السلاح بقى الدنيا انا. اوكي ميرسي تورنيدو. ميرسي جدا جدا. وهنزل التتبيله. سوري هنزل التتبيله بتاعتها كده. والمفروض احط فيها الشرايح الفراخ دي لمده ساعه تقريبا في الثلاجه. كل ده بيخلي الطعم فيها احلى. اهي الصدور شيل دول كده. وهحط طبعا بقى ملح وفلفل ده حسب الرغبه. فلفل اسود. وبعدين اتبلها كده بايدي. كده ماشي. ممكن تقطعوها مربعات يعني زي ما انتوا عايزين، بس انا مقطعاها شرايح طويله وهدخلها وريكم السياخ ازاي. هتدخل فرن تقريبا يا شريف تلت ساعه. أوكي. خلاص الصينيه بتاعتنا هتدككيها بقى. كده بعد ما بتدخل التتبيله ساعه بنطلعها ونبتدي نحطها في الاسياخ على طول. اوكي سهله خالص بس كده. بس كده. الله عليكي. دي كبيرة شوية فممكن انزلها تحت. قولي لي بقى انت يعني احساسك ايه بقى بالحبسة اللي احنا فيها دي وبالموضوع الفيروس والحاجات دي؟ احساسي ان احنا لازم نلتزم بالفترة دي كويس قوي، علشان هي دي اهم المفروض فترة اللي انا فهمته، يعني ان دي اهم فترة علشان نقدر نخلي العدد قليل وما نعديش بعض، وساعتها الفيروس يبتدي خلاص يعني ما يبقاش موجود زي الصين كده التزمت كويس. انا في حاجة بقى مش مقتنعة بيها. ايه؟ يعني ايه الفيروس ما بقاش موجود؟ هو اصل ده فيروس جديد فلازم هيقعد مثلا 3 4 5 سنين. لا يا شريف، بس دلوقتي انا الصين لما التزمت بس رجع تاني. رجع تاني ولا فيروس جديد اللي هو؟ لا دي حاجه ثانيه بتاع الفيران. بس لا هو رجع برضو كورونا رجع تاني. اصل استحاله فيروس يروح في شهرين 3 4 5 ينتهي من وجوده على الكوكب. بس على الاقل يبتدي يا شريف. بنحد ان الناس تتعدي لحد ما يلاقوا له دواء. بالظبط. يعني لحد دلوقتي مفيش دواء اتقال ان هو 100% بيعالج الفيروس. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو مفيش حاجه، مفيش ادويه بتعالج فيروسز. هو الادويه ممكن تقلل من السايد افكتس اللي هي ايه بالعربي؟ اللي هي الاثار الجانبيه. الاثار الجانبيه للفيروس. لكنها تقضي على الفيروس. بيبقى ليه دوره معينه. طب عندي سؤال دلوقتي. ممكن في تطعيم ضد الفيروس. طيب انا عندي سؤال دلوقتي. انا في ناس اعرفها، يعني في حد اعرفه يعني المفروض ان هو جاله واتعالج. يعني بقى بدل ما كان بوزيتيف بقى نيجاتيف. فواضح ان هو برضو لما هي انت عارفه اهم حاجه ايه؟ المناعه. المناعه بتاعت الجسم والكور الدم البيضاء وكور الدم الحمراء والبلازما والحاجات دي بتبقى شديده في الجسم، بتقدر تقضي على تقاوم الفيروس ده فتقتله. لكن مفيش دواء ممكن الدواء يساعد ان المناعه تعلى. عشان كده احنا عمالين نقول للناس فيتامين سي والاكل، فيتامين سي والاكل وبروكلي وعسل كتير والكلام ده عشان نقوي المناعه في الفتره دي. ما هو اللي انا بقوله يا شريف ان احنا لازم نلتزم ونسيب الباقي على ربنا لحد ما نبتدي نشوف زي ما انت قلت. يعني مصل يتاخد. هو هيبقى في مصل اكيد هيعملوا له. اكيد. بس الدواء دي انا اشك فيها، يعني مش لانه مفيش فيروسز بيبقى ليها ادويه. يعني خلي بالك ان اي فيروس بيتحور على حسب الجسم مع الوقت كمان. فممكن تعملي له دواء بعد كده يتحور يبقى حاجه ثانيه. فاهمه ازاي؟ ده اللي انا فاهمه. مش عايز افتي برضه اكون بقول حاجه غلط ولا حاجه. بس ناخد كام يوم كنت بتريق على الايه؟ واحده مذيعه كانت طالعه تقول كلام فتش كله، فالواحد بقى بيخاف تقول حاجه غلط. قلت لبودي الحمد لله على السلامة؟ الحمد لله على السلامة بودي. من اول يعني بجد واحنا كنا مفتقدينك مش شايلك ولا في حاجة. لا هاتي 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 بودي. قلت لك لسه عايز اشوف الصينية قبل ما تخش. طيب عشان هو جعان. اهي يا تاكاشي. اهي يا تاكاشي. اهي حلوة. دي هتدخل الفرن اهي لحد ما تستوي. جميلة. بيقول لك جميلة. ميرسي. تقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد تقريبا تلت ساعة. على نار؟ هنقول عالية. عالية؟ 200. 200 هتحطش الفرن على درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة. اوكي. ان هوت اهي. ماشي. طيب تيجي نسمع اغنية؟ يلا بينا. نهيص شوية ونفرفش الناس وانتوا قاعدين في البيت كده. كله قاعد في البيت. ايوه. هنفرفشكم بقى شوية. هتسمعنا يا استاذ حسام وانت لابس البليزر الجديد. أغنية على قد الشوق يا حبيبي. على قد الشوق. يلا
حفظها؟ اه. طيب على قد الشو نسمعها وبعد كده من مزازيكي، بعد كده نرجع لكم مع فريده نعمل الايرون. الرز اللي بالحمص. الغاز اللي بالحمص. الغاز غاز. الغاز غزاي غزاي غزاي. هوريكم. مزيكا يا ولاد. يلا. عيوني يا جميل سلم، انا يا معيون عليك سألون ويا ما بتكلم، على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا معيون عليك سألون ويا ما بتكلم، اوصف للناس الجنة وانا في النار، ويبقى قفلك صدق يوم للناس واحتار، اوصف للناس الجنة وانا في النار، غالي عليا وضيع عناي، ارحم عزامي معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، أنا يا بعيوني عليك سألوني ويا ما بتكلم، على قد الشوق اللي بعيوني يا جميل سلم، اللي سهرته والشوق قريته كحال عيني، واللي داريته أوام لقيته باين عليا باين عليا، شباب الغالي ضيعته رجعنا لكم مرة تانية مع فريدة نعمل الرز بقى، عملنا لكم هي اسمها ايه الأكلة الأولانية؟ الفراخ اللي بالأعشاب، أسياخ الفراخ بالأعشاب. أسياخ الفراخ بالأعشاب يا ولاد. حاجة أولى لا. حاجة أولى لا خالص. إيه بقى الحاجات الحلوة دي وحمص بقى وإيه ده؟ آه يعني قلنا بقى ننوع شوية مع حاجات بسيطة كده وخفيفة على فكرة. طيب. يعني عاملين رز مختلف عامل زي الحلبسة شوية. رز حلبسه ابو تلا في الرز الحلبسه تاكل الرز زي كده وتحس ان انت محلبس مع نفسك. اه يعني في كل حاجه بصراحه. فينا بنخترع وبنفنن يا شيخ. اه يا اختي ورانا ايه بقى؟ احنا قاعدين. قاعدين. قاعدين يكفيكوا شر الجايين. من بعض قوي. قاعدين يكفيكوا شر. انا بلاحظ ان بعد فتره الكورونا يا ولاد في حاجتين هيحصلوا في مصر. ايه؟ في كتير قوي هيطلقوا وفي وفي كتير قوي هيخلفوا. صح. صح. عامل توازن في المجتمع. ربنا يستر. انا عندي تطلقوا ما تخلفوش ما تخلفوش احسن. احنا ناقصين زياده. شكرين. ناقصين زياده بقى. لا هو انا بيتهيألي الفتره دي يعني ناخد بالنا في موضوع الخلفه. يعني لما الفيروس كده يعدي وكل حاجه تبقى تمام نبقى نشوف. لا استني ما قلتيش المقادير. طيب. اول حاجه عندنا طبعا رز اي نوع انتم عايزينه، انا هنا مستخدمه رز ياسمين. حمص مسلوق، طماطم، بصل، ثوم، كوبين مرق الدجاج، ملح وفلفل اسود، زيت نباتي، بقدونس للتزيين. ماشي. ايه ده؟ انا حطيت زيت وهبتدي اعمل ايه؟
اشوح البصل. طب تردش عليا ليه؟ حصل يا سكين. طب ما تقول لنا بقى يا شريف حاجة. ايه؟ تقول للناس كده تفضل تعيد وتزيد يعملوا ايه علشان الوقاية. انا عارفة ان الناس كلها بقت عارفة بس يعني نحب نأكد على موضوع النزول. ما هو ما ننزلش وخلاص. ده كفاية. يعقموا نفسهم البيت. اول ما تخش البيت كده اقلعوا الجزمة برا برا البيت حطوها في كيس. وبعدين دخلوها البيت وخشوا خدوا دوش. بس. هو مش عايزين اكتر من كده. طول ما انتوا قاعدين جوه البيت ده مفيش مشاكل، ما تقعدوش تبخوا على نفسكم وتعملوا حاجات. والهدوم بتاعتهم يحطها في الغسالة بس. يقول لك الميه والصابون اكتر حاجه بتقتل اي حاجه. وبعدين هو مش هنغسل كتير الفتره الجايه واحنا قاعدين في البيت. ايوه الهدوم هتتوسخ قوي يعني. اقعدوا بقى. الناس تقعد. انا بس في ناس بالنسبه لي يعني غريبه جدا اللي هم بيعندوا مين؟ او يعني لا في ناس يقول لك اصل احنا المناعه بتاعتنا قويه. انت عرفت منين ان المناعه بتاعتك قويه؟ مين عملت مفيش عملت تحليل مثلا تحليل عشان تعرف مناعتك قويه دي بكذا الف جنيه رحت عملت انت العمل مش فاهم انا بيفتوا. في فتي وفي استهتار. انا هنا حطيت ثوم بعد ما شوحت البصل لحد ما لونه بقى شفاف. بعد كده حطيت الطماطم وهسيبها بس ايه دقيقتين بالظبط. خلاص هتبلها بس بشويه ملح وفلفل. بس انا عايز احيي اغلبيه اهل الصعيد من اكثر الحتت الناس الملتزمه. صح بجد برافو عليك. ملتزمين بجد مش هزار. نعرف ناس صحابي وكده في الصعيد لا يقول لك من قبل حتى ما يبقى في حظر تجول هم كانوا ابتدوا عملوا مع نفسهم الحظر وقعدوا. فدي حاجه ما هو الحاجات دي ما فيهاش استهتار يا شريف. يعني احنا شفنا دول ثانيه استهترت بالموضوع. الموضوع بقى عندها صعب جدا. مين كان يصدق؟ يعني وما كناش نتخيل ان هم من العقليات اللي هتستهتر يعني. ف ربنا معاهم ومعانا. ربنا يستر. طبعا ربنا على الناس كلها. ندعي البشريه كلها. كلنا اولاد حواء وادم في الاخر يا اولاد. صح طبعا طبعا. دي الانسانيه يا شريف. ما تبقوش عنصريين يا اولاد. والناس اللي بتنزل بقى وتقعد اكنها نازله تحارب الكورونا دي يعني لا ده تسيبك منهم. ده حاجه مضحكه قوي يا جماعه يعني نخف على نفسنا شويه. كنا عارفين السبب بتاعها ايه بقى. لا دلوقتي على جنب خالص. بس نهدى بقى. ما تشغليش بالك بيها. نهدى مش اي حاجه كده نطلع. نظريه القطيع. يلا هحط هنا الرز. غسلناه طبعا سيبناه ينشف من الميه. وبعدين هقلبه. لا انا عاجبني قوي ان الناس تطلع على البلكونات وتدعي بصراحه حلوه قوي. دي كانت لطيفه في البلكونات. كل واحد في بلكونته قاعد يدعي. ما احنا معانا حد يبقى صوته حلو والناس وراه. صوته عالي بقى. صوت عموما الناس تقعد تدعي كتير حتى لو صوتها مش عالي يا شريف هتوصل يعني. طبعا الدعوه هتوصل حتى من غير صوت. ده من القلب. احنا بندعي من قلبنا والدعوه بتوصل. ربنا رب القلوب يعني. هنا هظبط الملح ومش هزوده قوي علشان هنا هنحط المرقه. جيب لك دي كده احسن. ايديك الحلوه دي تتلسعها. انا خلاص ايدي من المطبخ بقت مشوهه. هنا بقى حطيت المرقه لحد ما غطت الرز وهسيبها على نار عاليه. اول ما الميه يعني الرز يتشرب الميه هغطيه وهحط عليه الحمص الاول وبعدين اغطيه واسيبه يستوي عادي جدا اللي هو تلت ساعه لحد 25 دقيقه. بعد كده اقلبه قبل ما اطلعه وهيبقى زي الفل. هو الحمص ده مستوي؟ مسلوق. لو مش مستوي لازم نسلقه طبعا الاول. بيتنقع كذا ساعه الاول في ميه. بعد كده بنسلقه وبنحط في ميه السلق سنه كمون علشان البقوليات عاده لازم نحط لها رشه كده. أوكي. ونسيبه يتسلق وبعد كده نطلعه ونصفيه ونستنى بقى نعمل رز كده. ماشي. خلاص رز ولا غاز؟ غاز. غز غزايه غزايه. ايوه كده خلصتي؟ طب وايه ده؟ ندخل بقى على التوميه. ده في توميه. مقادير التوميه يا اولاد. يلا التوميه بقى سهله قوي. عندنا خمس فصوص ثوم مفرومين، بطاطسايه وسط مسلوقه، زيت نباتي، كوبايه لبن ده حسب الرغبه، ميه، 2 معلقه مايونيز، خل، ملح وفلفل. والفلفل الاسود ده برده اختياري ده مش لازم. هجيب معلقه. الاول هاخد البطاطس. البطاطس طبعا عشان بردت فهبتدي بس ايه اعملها كده. احط عليها معلقتين كبار مايونيز. دي طريقه التوميه اللي بالبطاطس. في كذا طريقه بالنشا وفي طريقه بالبيض بس انا عامله ايه دي بالحاجات الموجوده عندنا في البيت. خلاص هبتدي اقلبها كده. مفروض بس نبقى هرسين البطاطس كويس. احط سنه خل صغيره واحط كميه التوم دي.
كده وهقلب كويس. حسيناها جامده شويه بنزود اللبن، ما حسيناهاش جامده خلاص مش بنزود. عايزين دايما برضو في الفتره دي المسافه بينه وبين اي حد في الشارع في اي حته متر. يعني اهو كده الفرق بيني وبين فريده اهو. اهو تفتح ايديك كده يمين وشمال ما تخبطش في حد. صح. بالنسبه لبودي 2 متر عشان انت الحجم بتاعك. لا وحشتني يا غلا. عبد الله على السلامه يا غلا. الله كده خلاص كده. انا مش عايزاها بصراحه يعني اقل من كده. اقل من كده يعني مش عايزه ازود لبن عشان ما تبقاش سايله شويه. ايوه ايوه انا بحبها جامده. لا خليها سميكه. سميكه علشان كمان تعرف تاكلها مع الفراخ دي تعملها كده. نغمسها. نغمسها بالظبط. لا مش ضروري تغرفيها. اهي خلاص بس هي مش هتطلع واحده اصلا. سخنه قوي. معلش انا هنا هحط الزيت على الوش ما حطيتوش جوه. كده. ده لسه بدري عليه. الله. الله على جمال ريحه الرز. ده هياخد وقته. حاجه حلوه خالص يا ولاد. مختلف. مش زي ما قلنا احنا قاعدين ما بنعملش حاجه بقى ايه نفنن في الاكل. طيب قولي لنا بقى كده انت عملتي ايه النهارده؟ طيب النهارده عملنا اسياخ الفراخ المشويه بالاعشاب وعملنا توميه وعملنا رز بالحمص. يا سلام عليك. وبالهنا والشفا اللي هياكل. انت بنتي جميله. ميرسي يا فريد. ميرسي يا شريف. بشكرك شكر خاص جدا وميرسي ان انت في الظروف دي بتنزلي تجيلنا. طبعا. اشكرك. ميرسي ميرسي ميرسي. طب هنسمعك اغنيه حلوه. يلا بينا. هتسمعونا ايه يا اولاد؟ دلوقتي اغنيه يا دلع دلع. مين؟ يا دلع دلع. للشحروله الست صباح الله يرحمها. ماشي وبعديها وبعد كده نروح معاك الكلينيك للاستاذ دكتور احمد عوض الله. خليكم عندنا في الشارع لو سمحتوا. مزيكا. يا دلع يا دلع يا دلع